أكو مهنة اسمها مهندس الديكور. تعالوا يانا نتعرف على هاي المهنة. مهندسين الديكور هم أشخاص مبدعين ومهنيين، مهمتهم يحولون الأماكن اللي نعيش بيها أو نشتغل بيها أو نستخدمها إلى أماكن حلوة وعملية حسب متطلبات زبائنهم أو مدراءهم. هواية منهم يبدون العمل كهواة، وآخرين يسلكون الطريق الأكاديمي والتطبيقي. فهندسة الديكور تدرس بالمعاهد والجامعات لتعليم مبادئ التصميم واستخدام الألوان، وعن طريق التطبيق أو العمل كمساعد ممكن تطوير المهارات التقنية والإدارية. حياة مهندس الديكور تكون مليانة شغل وحركة، ويحتاج الساعات عمل طويلة يوازن خلالها بين شغل المكتب، اجتماعات الزبائن وزيارات المواقع. هندسة الديكور مجالاتها هواية وتخصصاتها متعددة، فمهندس الديكور ممكن يكون عمله كفريلانسر أو موظف بشركة هندسية. وفرص التطور أيضاً ممكنة، من مهندس ديكور بسيط إلى محترف يشغل مناصب عليا وبتخصصات نادرة. فإذا حبيت هاي المهنة وعندك موهبة بترتيب الأماكن وقابلية بتحويل الخيال إلى واقع، ممكن تكون هاي المهنة إلك. عيد هذا الفيديو وقرر.